يعني الأرقام ليست بالضرورة أن تكون دقيقة 100%، ولكن حتى الآن ما يزيد عن 450 معتقل جرى اعتقالهم خلال ساعات، وهذا العدد يعني أكثر من النسبة الشهرية التي يتم فيها التي تنفذ فيها سلطات الاحتلال عمليات اعتقال في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس. كم هذه النسبة؟ يعني أي أن يعني عادة يعني ما يكون العدد من يعتقل طيلة شهر كامل يعني بين 400 إلى 600 أسير، أن يعتقل خلال ساعات هذا العدد الكبير من أوساط مصلين، يعني هم لم يقتحموا معسكر للشعب الفلسطيني يتواجد به هذا العدد من المقاتلين، هم اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعة من المصلين العزل، وأن يعتقل هذا العدد فهذا مؤشر كبير على أن الذي يبادر للعدوان هو الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يتحدث بلغتين. فمن ناحية يكثر من الحديث عن تهدئة وبمناسبة شهر رمضان، ولكنه يكثر من عمليات القتل والتدمير والقمع والاعتداء على المقدسات في إطار سلوك يعني استرضائي لمن اضطر لمنعهم من تقديم القربان في المسجد الأقصى، فيجاملهم بأن يصيب العديد من أبنائنا في المسجد الأقصى بجراح، وقد نقل العديد إلى المستشفيات، ونحن نحاول يعني نرصد عدد من أصيبوا إضافة إلى هذا العدد الكبير من المعتقلين. بعد هذا العدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد أن اقتحم المسجد القبلي، أنتم في نادي الأسير كيف ستتحركون؟ ما هي خطواتكم؟ يعني الحملات الاعتقال تطال كل المحافظات الوطن، وبالتالي يعني مطلوب ضمان تمثيل قانوني لهؤلاء المعتقلين في المحاكم، ومن المرجح أنه من الآن يعني بدأ المحامين بالتحرك للتواصل مع المعتقلين، لأن إسرائيل لن تتمكن من التحفظ على كل هذا العدد مرة واحدة، وبالتالي يعني لابد أن يتم إطلاق سراح عدد كبير من الذين اعتقلتهم هذا اليوم، وإطلاق سراحهم لا يعني أن الموضوع انتهى. تفرض غرامات وإجراءات ومنع دخول المسجد الأقصى، يعني كل من يتم اعتقالهم ستنفذ بحقه عقوبة بقدر أو بآخر، ولكن يعني لن يتم احتجازهم. هل يمكن أن توضح لنا أشكال أو أمثلة من هذه العقوبات أو أبرزها؟ يعني معظمهم سيتم إطلاق سراحه بكفالة، والكفالة يعني كفالة مالية لحين المحاكمة، وهذا يعني أنه في معظم الأحيان تتحول هذه الكفالة إلى غرامة ويكتفى بالغرامة وبالآلاف، يعني أحيانا تكون 5000 و6000 و7000، هذا يعني من ناحية الخسارة المادية، غير أنه الشخص الذي تم اعتقاله وأطلق سراحه بكفالة سيكون مطلوبا منه المثول حين يستدعى للتحقيق، وسيكون مطلوبا منه المثول حين يستدعى للمحاكمة. طبعا إضافة إلى من سيتم التحفظ عليهم والإبقاء عليهم في السجن، تحقيق وزنازين وقمع وقهر وما إلى ذلك، ثم الإجراءات الأخرى، إجراءات المحاكمة. يعني إسرائيل تستخدم حملات الاعتقال في إطار حرب استنزاف تشنها على الشعب الفلسطيني، لأن للاعتقال مترتبات، يعني ليس الأمر في أن ينقل مجموعة من الناس من المسجد الأقصى إلى مستوطنة معالي أدوميم إلى مركز الشرطة هناك ثم يتم إطلاق سراحهم. يعني بعض المتابعين من بعيد يظنون أن الموضوع زيارة لمركز الشرطة ثم خرج، لا، في هناك مترتبات مادية وتعطيل عن العمل في لاحق في قادم الأيام. يعني الاعتقالات تحدث إرباك وتحدث خلل في الأسرة. طبعا هذا إذا وضعنا ذلك في سياق الحملة، حملة التهجير للمقدسيين أو تطفيش المقدسيين دعني أقول، من خلال الإثقال عليهم في كثير من الضرائب والملاحقات المادية بهدف تيئيسهم ورفع كلفة بقائهم وصمودهم في القدس. يعني الشعب الفلسطيني في القدس على وجه الخصوص في مركز استهداف كل مؤسسات الاحتلال العسكرية والأمنية والشرطية والسياسية. طيب سيد قدورة، تفضلت بأن هناك فريق من المحامين الفلسطينيين يحاول أن يتواصل
مع هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اقتحم المسجد القبلي؟ عملية التواصل هنا إلى أي مدى تتم بسهولة ويسر، أم أنها تواجه بمجموعة من العراقيل الإسرائيلية؟ يعني طبعا بكل تأكيد يعني يواجه المحامون العاملون في القدس كثير من العراقيل، ولكن تواصلهم مع موكليهم أكثر يسرا من قدرة المحامين مثلا العاملين في الضفة الغربية أو الذين يترافعون عن أسرى من قطاع غزة، لأن القدس يعني ينفذ ويطبق عليها، يعرض هؤلاء الإخوة أمام محاكم مدنية وليست محاكم عسكرية، بينما أسرى الضفة الغربية والقدس وغزة يعرضون على محاكم عسكرية ويكونون في مراكز تابعة للشباك الإسرائيلي، بينما هنا الذي يتولى أمر من يحمل الهوية الزرقاء يتولى أمره الشرطة وليس الشباك الإسرائيلي وليس الجيش الإسرائيلي. ولماذا هذا الاختلاف في التعامل؟ يعني هذا من اليوم الأول للاحتلال، يعني فرض الحكم العسكري على الضفة الغربية، والقدس يعني خضعت للقانون الإسرائيلي، ولكن استثني المواطن الفلسطيني المقدسي وصنف بأنه مقيم، يعني ليست مثلا لابن القدس حقوق كتلك الحقوق التي لدى ابن عارة أو عرعرة أو الناصرة وما إلى ذلك. هو يحمل بطاقة زرقاء، وفي الضفة الغربية وغزة طبعا بطاقات خضراء تصدر من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أو تراقب وتتابع من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بينما في القدس بطاقة زرقاء تخول حاملها أن يتحرك في كل أنحاء فلسطين. يعني هو ليس مواطن في دولة إسرائيل، وهو ليس مواطن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو في دولة فلسطين، وإنما لديه صفة مقيم، بينما القانون الذي ينفذ عليه هو القانون الإسرائيلي. طيب بالنسبة لمن تم اعتقالهم في سبيل الإفراج عنهم، هل تتعاونون مع بعض المؤسسات الحقوقية حتى ولو كانت في خارج الأراضي الفلسطينية؟ لا، يعني لا يوجد تعاون على صعيد يعني المتابعة القانونية لوضع الأسرى من الناحية الإجرائية، أقصد يعني تمثيل هؤلاء الأسرى، ولكن هناك تعاون مع العديد من المؤسسات الدولية في أننا نزودهم بتقارير بشكل دوري ومنتظم عن مجريات الأمور وعن الانتهاكات والجرائم التي تقترفها إسرائيل، نوثق أعداد المعتقلين ونوثق من تم الاعتداء عليه ومن ارتكبت بحقه جريمة، نوثق الأحكام الصادرة الجائرة الصادرة عن محاكم الاحتلال، وتطلع هذه المؤسسات الدولية أولا بأول على مجريات الأمور، أملا في أن تتشكل حالة دولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لكف يدها عن أبناء شرفها.